سلام البنات، ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير على بركة الله. حندير معكم اليوم حلوة بنينة بعجينتها وحشوها. حندير معكم حلوة، نقدر نقولها هي تجي على شكل قبعة، حلوة القبعة بطريقة جد سهلة. الله على بركة الله، يلا نبدأ. تقدروا تعتمدوها البنات كوصفة صبلي في العيد، العيد إن شاء الله، إن شاء الله لا فاقدين ولا مفقودين لرمضان إن شاء الله. ألا واش نحتاجو البنات؟ عندي مغرفة كبيرة بيان بومبي كاكاو بني، مغرفة بيان بومبي كاكاو بني. عندي 180 غرام قفريت ذوق الشوكولا، شوفوا ماشي داك اللي يبني معمر بالكريمة الداخل، هذاك اللي يتباعو ثلاثة ولا ربعة بعشر آلاف. نحيته من الكارت تاعو وزدت 180 غرام. شوفوا هذا هو الباكي قفريت، جاوني زوج ونص، زوج ونص قفريت. فوالا من بعد ما نحيتو من البابي تاعو وزنتهم 180 غرام. عندي زوج كيسان وربع 220 مليلتر فارينة، عندي 270 غرام مارغرين حسب درجة المطبخ. واش معناتها حسب درجة المطبخ؟ انه نخرجوها من قبل من الثلاجة. يلا مع بعض نروحو نحضرو العجينة بطريقة جد سهلة. العجينة البنات المتتبعات القدامى ولا تفكرتو هاد العجينة خدمت معكم لفيريرو روشي وكذلك وحلوة حاجة الاولى نحط الكفريت تاعنا يترحى في الروبو حتى يولي على شكل غبرة أمبور. فوالا أنا رحيت الكفريت ديالي، رجعتو من بود. وجدت أن ريسيبيون، شوفوا ولا على شكل غبرة. فوالا شوفوا القوام، ضروري يولي هكا اون بود باسكو حيولي لنا عجينه. ضيف هذيك مغرفه ونص كاكاو البني من النوعيه الجيده كما راكم تشوفوا. نخلط النواشف، يعني خلطت النواشف، حنزيد المارغرين. فوالا نضيفها كامل. مرحله نستعمل الباتور، ضروري الباتور ماشي بالمضرب اليدوي. نضرب المكونات تولي لنا قوام كريمي. فوالا شوفوا القوام، ولا قوام كريمي شغل اون كريم. شوفوا هنا هنا نتخلص من الباتور. فوالا هنايا حنبدا نضيف الفارينه، ما نديرهاش كامل، زوج كيسان وربع فارينه الكاس 220 مليلتر. ما نضيفهاش كامل، نبدا نضيف تدريجيا حتى نتحصل على عجينه متماسكه مثل الصابلي. نبداو شوفوا المكونات، مارغرين وكفريت وكاكاو وفارينه. خيلوا الذوق، الذوق ولا اروع، ما نعجنوش. شفيتو الفيرو روشي وسلها الحشو شوكولا تختيني وحبة بندق الداخل، وغلقت نصف دائرة مع نصف كرة، تحصلت على كرة هكذايا وغلفتها بالجلاساج وشوكولا، درت لها مكسرات وجات ولا أروع، ودرت لها ترانسفير تاع فيريرو روشي. شوفوا القوام مازالو طري. نكمل الفارينة تاعي، شوفوا نكملها كامل. عطيتكم مقادير مضبوطة، زوج كيسان وربع، لا زيادة ولا نقصان. تحبوا تضعفوا الكمية، ضعفوا القفريت المارغرين جميع المكونات، هذه حاجة باينة ومفروغ منها. بيت العجينة تاعي شوفوا كيفاش راهي طرية مثل الصابلي. ما نبداوش نخدمو بها، نخلوها نصف ساعة في الثلاجة، يعني نقول نصف ساعة في الثلاجة بيان سور نغطيوها بابي فيلم. العجينة تاعي راهي ريحت
ملاحظه، ديما نقول العجينه تاعي لي صالي تاعي هكذا عفسه، الطابعه تاعي اي طابعه الحلوه تاعي، فاصون دو بارلي فاصون دو بارلي، شغل انت كي تخدميها تقولي تاعي والفناها، فوالا لا زياده ولا نقصان، كاين متتبعات التنمر، ربي يهديهم ويهدينا ان شاء الله. فوالا ركزوا 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 خوتي خياتي، ركزوا على المعلومات القيمه اللي راني نعطيها لكم، معلومات قيمه ما تصيبوهمش حتى في الورشات، ما تصيبوهمش حتى في الورشات، وصدقوني صدقوني هذه المعلومات اللي نتلقى منهم مشاكل كبيره من عند الورشات. فوالا هكذايا راكي تحبسينا الخدمه، راكي هكذا راكي هكذا، ولي يسترزق. الوغ ما تركزوش مع الهضره تاعي، المهم نوصل لكم المعلومه، تبداو تركزوا الهضره، الهضره تروح لكم الوصفه كامل. انا غنولي للوصفه تاعي، انا وجدت السنيوه تاعي بابي كويسون، عندي هاد المول، هاد المول البنات خدمت به معكم عده وصفات، لي فيلور اوشي رافايلو، مول بزاف شباب حنخدم فوقه. وثانيك عندي هاد الطابع، دوك تشوفوا كيفاش نخدموا القبعه، نحط السنيوة اكوتي مع القهوه تاعي ديما قدامي، نحكم كيس بلاستيكي نفرشو هكذا، بون انا فرشتو بالطول، فوالا نفرشو هكذا، نحط كميه من العجينه، عجينه كما يقول لك خفيفه بزاف، خليتها تريح واحد نصف ساعة ووليت ليها. نحطها هكذا، شوفوا راهي يابسة من الثلاجة، ندير كيس بلاستيكي ونحاول نحلها مثل الصابي. شوفوا البنات لاباط فيها كوكو فريط ومارغارين فقط، الوغ ما فيها لا بيض لا والو، كي نكونوا نحلو نحلو بالعقل باش ما تتناش الدخل، نحلوها ما فيها لا خميره كيميائيه لا بيض ولا يحسنون، فقط الكوفريط والمارغارين. فوالا نحلوها سمك معين، معايا فوالا شوفوا بزاف، علاش قلت لكم تتفتت فاسيلمون، صعيبه شويه. نحكموا شوفوا البنات، نحكموا الطابع هذا، المول سيليكون هذا كيلو، بون حنخدم حلوه القبعه، هذا اللي يجيش كوم شابو من الفوق، وهذه شوفوا هذه شويه صغيره باش نمسوا لا ديكوراسيون، دو بريفيرونس كيلو هكذا، شوفوا كشتات شوفوا كشتات القبعه ان شاء الله واضحه، اذا حنخدم بهذا. اما هذا اللي حنخدمه شوفوا حنقطع بهذا لادوي اون بلاستيك، تجيني بزاف سهله، تبعوا مع بعض تفهم. احكم الكوتي اللي فيه مبرج هكذايا ونضغط، شوفوا هكذا كما راكم تشوفوا بالسياسه، قلت لكم هاد لاباط بزاف فراجيل، حساسة جدا جدا جدا. فوالا نحاول نرفد الحبة تاعي بالعقل، شوفوا نحطها مباشرة بالعقل، نحي هاد الزوائد، شوفوا كاش تتفتت والبنة ولا أروع. سيرين قالت لي كنت مقلقة نديرو نصور لك غير باش تشم الريحة تاع الكوفريط والشوكولا. شوفوا الحبة تاعي بسم الله ما شاء الله، نكمل شوفوا بالسياسة ما نخافوهاش، شوفوا كي تبدا تفتت ما نخافوهاش، لازم كواج. فوالا نرفدها، علاش قلت لكم الكيس البلاستيكي يساعدنا بزاف بزاف. سنيوة ديالي شوفوا لازم نحسبو باش نديرو لي شابو من الفوق، سنيوة هذه فيها 20 قاعدة تاع الصابلي، باش نخدمو 20 شابو يجينا نفس الحساب. نشعل الكوشة نديرها نار قليلة فوق القليلة، وكي العادة أي بات صابلي أي نوع صابلي نشعلو من تحت ما نشعلوش من الفوق، جست من تحت نطفو عليها. الطريقة نروح نخدم القبعة، هاديك البومبي فوق القبعة، نحكم العجينة تاعي نوسو دو بريفيرونس نوسو بشوية كيما راكم تشوفو، نفس الطريقة نحلها فوق كيس بلاستيك. العجينة ديالي بنفس الطريقة، عندي هدايا
هاد لادوي شوفوه حتايا ندير دوائر. فوالا شوفوا الدائرة اللي جات، ديرها داخل المول ديالي بكل سهولة، ونحاول نسقمها ونحافظ على الشكل ديالها هكذا. فوالا بنفس الطريقة نكمل الحبات ديالي، نحيهم بالعقل هكذايا، شوفوا ما نخافوهمش، نقلب ونحط لداخل مالك يكونوا تشققات لا بأس، نتحفوهم هكذايا ونطلع العجينة حتى نوصل للجوانب. فوالا كيما خدمنا لي فيريرو روشي ديالنا. فوالا أظن أنه كفاية بهذه الطريقة، نكمل نعمل المول تاعي ونولي لكم. عملت مول سيليكون بنفس الطريقة، نديرهم يطيبوا بنفس الخطوة تاع الطياب، نشعلو من تحت يطيبوا برك نطفو عليهم. صابلي تاعي راهو يطيب، نوجد لا ديكوراسيون. شوفوا هذا المول تاع لي نو، فوالا عندي كمية لي شي تاع عجينة السكر شاك فوا نخدمو يشيطونا هكذايا بدون اضافات، ما نديرولها تيلوز ما نديرولها والو، باسكو دينو نحكم كميه من عجينه السكر. دائما نقولكم نضغط هكذايا، نمشي يدي ونحكم الفورما تاع المول السيليكون. شوفوا هكذا بكل سهوله نحي وتحصل النو ديالي. شوفوا كي توسو كميه يجيكم خشين، كي توسو كميه واحد صغيره يجيكم رقيق. ومن بعد كومباري واللي يعجبكم ديروه بنفس الطريقه. شوفوا زين معكم واحد هكذا، نضغط ونخرج لينو ديالي، نخدمو او ميم طون. شوفوا لينو تاعي شحال شباب، كمل لينو تاعي كامل لي تاعي راهو طاب. شوفوا كاش طاب لي، بسم الله ما شاء الله، بالكفريت الله الله بزاف بنين ولا اروع. ثاني هذوك نص دائره، شوفوا كاش طابوا لي. فوالا لا ديكوراسيون كملتها تاع لينو، هادو هما لينو اللي خدمتهم. ام شوفوا لي واش نوسي دوكا، نحكم كيس بلاطو ولا سميوه كيس بلاستيكي، نحط هذوك لي بول هنايا يعني اضافه فقط، نستفهم. فوالا شوفوا درتهم كيس بلاستيكي شوكولا بالحليب، اني دوبتها في ميكرووند ودرت لها مغرفه زيت، الزيت تخفف الشوكولا. نديرها في لابوش، فوالا راني درتها في لابوش، تغر في لابوش. واش نوسي دي تخي هكذايا فوق نصف كره تاعي بالشوكولا. فوالا طريقه جد سهله، هاد الصابلي شوكولا في شوكولا، سواء العجينه او الحشو ديالها. شوفو تمتم تجمد. وعلاش نديرو كيس بلاستيكي؟ باش هاديك الشوكولا اللي طيح نريكوبيريوها. الحبات تاعي هكذايا ونولي ليكم. فوالا انا درت الخطوط هادوما، نخلي الشوكولا تاعي تنشف. فوالا بعد ما نشفوا لي حنا نقيهم. فوالا نحي بالسياسه، شوفوا هذوك في لي كوتي، نتحف الحبه تاعي هكذا ونحطها مع اختها. فوالا بنفس الطريقه نكمل الحبات ديالي. شوفوا كاش كي نقيتهم كاش ولاو لي. واش حنواسي؟ حنعمرهم بشوكولا طاختيني، انا عندي المرجان، ديجا اني بديت نعمر الحبات ديالي. نحكم شوكولا طاختيني سواء بالملعقه هكذا بالعقل، باسكو فخاجيل بزاف ولا لابو. شوفوا نعمرها مليح كيما راكو تشوفوا، نحكم صابلي هادية وندير الحبه ديالي هكذايا. جيسبر راهو بدا يبان. فوالا نزيد نخدم معكم حبه، تحبوا تخدموا بلا بوش خدموا بلا بوش، راني نقص لكم حبيت ديجا لا بوش شوكولا ولا بوش شوكولا بلون، مازالت لا ديكوراسيون هذيك هي. مع شوف ثلاثه لي بوش يبان بالملعقه فقط نقدروا نشكلو. بنفس الطريقه نكمل الحبات ديالي.
فوالا راني كملت الحبات تاعي تاع الصابلي. شوفوا الكميه شحالات لي عندي. شوكولا بيضه هكذايا، وصلت لها كميه من الزيت. حندير لها كولورون تاع الشوكولا باش تولي لي اللون الوردي. ندير كميه، فوالا كميه صغيره فقط باش نتحصل على اللون الوردي. فوالا نخلط، فوالا تحصلت على اللون الوردي. شوفوا نديرو في لابوش كما الحبه تاعي. درت الشوكولا في لابوش، حنواسي هكذايا شغل انتري تور لو تور فقط، تور لو تور تاع الشابو تاعي. فوالا شوفوا كاش تاع نحكم هذاك النو، نديرو جوست هنايا. اي فوالا شوفوا القبعه تاعي كيفاش جات. بنفس الطريقه نكمل نوسي خط هكذايا طول طول. فوالا ونلصق لو نو هنايا، تولي لي شوفوا على شكل قبعه. نكمل الحبات تاعي ونتلاقاو في طبق التقديم. اي فوالا خوتي خياتي، هذا هو الشكل النهائي تاع صابلي القبعه على شكل شابو. ان شاء الله عجبتكم الفكره بعجينه الصابلي بالقفريط بدون بيض بدون نشا، بحشو شوكولا تختيني. انا وصلت لكم طريقه وانتم ديروا الحشو كيما حبيتوا، واش عندكم في الدار ديروه. عجبتكم لا فيديو ديروا لايك وابوني للقناه، وبكم استمر. نحل معكم حبه باش تشوفوا القوام، يعني بنتنا ولا اروع. بسم الله شوفوا الخفه تاعها كيفاش، اي قسمت. شوفوا الداخل، شوفوا شوكولا تختيني، شوفوا القوام تاعها كيفاش. شوفوا الصابلي كما يقول لك فيه القرمشه. شوفوا كاش جا، ما جاش معجن. فوالا لعشاق الشوكولا. ولا تقدروا ديروها كصابلي في العيد ان شاء الله، تقدروا ديروها القهوه، بزاف بنينه وبريزونطابل. نحبكم بزاف، دمتم في رعايه الله وحفظه. سلام.